نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونت في آخر يوم من عمله موظف يعطل حساب ترامب على تويتر. أعلنت شركة تويتر أن أحد موظفيها في يومه الأخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي لديها بضع دقائق الخميس. وقرأ زوار صفحة ريل دونالد ترامب على تويتر عذرا، هذه الصفحة غير موجودة. صحيفة الأيام البحرينية عنونت دواء سحري يقضي على أمراض القلب. اكتشف علماء دواء جديدا قادرا على إذابة الدهون المتراكمة داخل الشرايين، ما يعد انفراجة كبيرة في مكافحة أمراض القلب. وأكد العلماء أن هذه التركيبة الدوائية يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت ميزة جديدة في قصص إنستغرام قادمة قريبا. تعمل شبكة مشاركة الصور إنستغرام على ميزة جديدة وهي ستوب موشن، التي تقوم بإنشاء صورة متحركة من صور عدة ثابتة. ومن خلال هذه الميزة الجديدة يمكنك التقاط صور عدة متسلسلة وتحويلها إلى صورة متحركة ونشرها على القصص. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت ثغرة بواتساب تتيح للمستخدمين حذف الرسائل بعد 7 دقائق. كشفت خدمة التراسل الفوري واتساب في وقت سابق عن ميزة Delete for Everyone، والتي تتيح لجميع المستخدمين حذف الرسائل عقب إرسالها، مع ملاحظة أن خيار الحذف يظل متاحا لأول 7 دقائق بعد إرسال الرسالة، ثم يختفي هذا الخيار. إلا أن بعض المطورين كشفوا عن وجود ثغرة بتطبيق تتيح للمستخدمين حذف الرسائل حتى بعد مدة 7 دقائق المحددة من قبل التطبيق. وأخيرا مع صحيفة الوئام السعودية، بعد يوم من طرحه صدمة كبيرة لأصحاب آيفون 10 الجدد. تلقى أصحاب هاتف آيفون 10 الجدد صدمة كبيرة موجعة بعد اقتناء هواتفهم الجديدة، إذ اكتشفوا إصابتها بخلل وعطل غير متوقع. ونشر عدد كبير من مستخدمي الهاتف الأحدث صور تظهر شاشات آيفون 10 بعدما فشلوا في تفعيلها.